بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الإمام الشيخ محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، ووضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين. الباب الخامس بعد 300، باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم بالطواغيت، مكان الطواغي، جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. زي يقول لك: وصلاتي وصيامي، ما هو قال له الأمانة هي الفرائض اللي ربنا فرضها على العباد. يقول لك: وحجتي، أنا عمري ما أكذب عليك أبدا. يحلف إيه؟ بعباداته. وصلاتي وصيامي، والله يا شيخ وصيامي اللي أنا صايمه قدامك ده أنا عمري ما أكذب. مش الناس بتقول كده في وسط كلامها؟ كل ده منع عنه، حرام. فهمت إزاي؟ يسموه الحلف بالأمانة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. يعني سالما من الإثم، هيرجع عليه الإثم يعني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك. يعني إيه؟ كفر عملي يعني، مش اعتقادي يعني يا وهابي، ها؟ ده كفر عملي يعني معصية، لأن كل معصية بيعتبروها كفر عملي. هذه الحكاية. يقرأ لنا الشرح. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس، أي السلطان أو غيره. لا، وحياة السلطان والرأس، وحياة السلطان وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا. النهي على سبيل التحريم إن قصد الحالف بها تعظيما لها في الجملة، فإن قصد تعظيمها كتعظيم الله تعالى كفر، وإن جرى على لسانه القسم بها بقصد إدغام الكلام كره. كره. كره.
وإن جرى عليه من غير قصد فلا كراهة، بل هو باللغو اليمين، وسيأتي زيادة في الأحاديث. يعني لما يقولها في وسط الكلام كده غير قصد، لا يقصد الأيمان، لكن يقصد إن دي طبيعته في الكلام كده، زي ما النبي قال لي أفلح وأبيه إن صدق، يعني هو لا يقصد حقيقة القسم، بس إيه ده كلام العرب بتقول كده، زي المصريين كده يقول لك والنبي تعالى زورني والنبي، ما يقصدش القسم، لا يقصد ذكر النبي بس، أدي كل الحكاية، علشان بيتبرك بذكر النبي. فكل ده يسموه ايه؟ لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ادي معنى كلامه. يلا يا سيدي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا، اي عن ان تحلفوا بابائكم. اختلف في النهي هل هو للتحريم او للكراهه، قولان. المشهور عند المالكية والراجح عند الشافعية الكراهة ما لم يعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى، وإلا فيكفر. وده طبعا غير متصور أن في مسلم بيحلف بمخلوق وأنه يبقى في قلبه هذا المخلوق في نفس عظمة الله، غير متصورة في المسلم. فهمت بقى ازاي؟ فتاخد بالك من الحكاية دي. والمشهور عند الحنابلة وبه جزم الظاهرية التحريم، فمن كان حالفا أي مريد الحلف، مريدا لحلف ولا الحلف؟ مريد الحلف. شوف أنا عامل لي مريدا لحلف، مريد الحلف أحلى. يلا يا سيدي. فليحلف بالله، قال الفقهاء: ومثل لفظ الجلالة ذات الله وصفاته العلية. قال الحافظ: ويمكن أن يراد منه الذات لا خصوص لفظ الجلالة، فيتناول ما ذكر. نعم. أو ليصمت بضم الميم، أي يسكت بالقصد عن الحلف بغير الله تعالى، أي مريد اليمين مخير بين الحلف بالله تعالى وترك الحلف بغيره، واللام فيهما للأمر، ويجوز كسرها على الأصل وإسكانها تخفيفا، متفق عليه ورواه الترمذي والنسائي. نعم. وفي رواية في الصحيح هي عند مسلم في الأيمان والنذور، لكن ليس فيه قوله أو ليسكت. فمن كان حالفا فلا يحلف، بالجزم على النهي وبالرفع خبر بمعنى النهي، إلا بالله أو ليسكت الروايتان متلازمتان، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وكذا عكسه، أي يستلزم كل الآخر. وعن عبد الرحمن بن سمرة بضم الميم تقدمت ترجمته رضي الله عنه في باب النهي عن سؤال الإمارة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. النهي عن الحلف بالأول على سبيل التحريم، وعن الثاني على سبيل التنزيه، ففي استعمال اللفظ الموضوع للنهي في حقيقته ومجازه، ومن منع إطلاقه عليهما يقول. يعني حقيقته التحريم ومجازه الايه؟ التنزيه او الكراهه. فهمت ازاي؟ فهو حلف بالطواغيت حرام، حمل على حقيقته هنا، وابائكم للتنزيه حمل على مجازه. فهمت بقى المعنى؟ يلا. ومن منع إطلاقه عليهما يقول إنه مستعمل في معنى المجازي عام لهما، هو طلب الترك لذينك. يعني النون هنا النون للمثنى يعني. رواه مسلم. قال في الجامع الكبير بعد أن أورده بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة، وفيه حديث: لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله، وأنه أحب إليه أن تحلفوا به ولا تحلفوا بشيء من دونه. رواه الطبراني عن حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده، وسكت فيه عن عزو حديث مسلم إليه في شرح مسلم للمصنف. قال أهل اللغة: والغريب الطواغي بالطاء المهملة والغين المعجمة، جمع طاغية وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم، هذا لفظ النهاية بعينه، ودوس بالدال والسين المهملتين بوزن قوس.
قبيلة معروفة منها أبو هريرة رضي الله عنه قال في النهاية: ويجوز أن يكون المراد بالطواغي من طغى في الكفر وجاوز القدر في الشر، وهم عظماؤهم ورؤساؤهم. وروي في غير مسلم بالطواغيت كما تقدم عن الجامع الكبير، والطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان أو ما يزين لهم أن يعبدوه من دون الله. والصنم قال في النهاية: الطاغوت يكون واحدا وجمعا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بالأمانة بفتح الهمزة وتخفيف الميم فليس منا، أي من ذوي طريقتنا. قال السيوطي نقلا عن الخطابي: سببه أن اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى أو بصفاته، وليست منها الأمانة، وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما يوهمه الحلف بها من مساواتها لأسماء الله وصفاته. وقال ابن رسلان: أراد بالأمانة الفرائض، أي لا تحلف بالحج والصوم ونحوهما. حديث صحيح رواه أبو داود في الأيمان والنذور بإسناد صحيح، رواه عن أحمد بن يونس عن زهير عن الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهو عند أحمد بلفظ: ليس منا من حلف بالأمانة. الحديث قال السيوطي في الجامع الكبير، ورواه ابن حبان والحاكم في المستدرك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. المراد به التهديد والتشديد، وهذا يمين عند بعض الأئمة فيه الكفارة، وعند الشافعي ومالك ليس بيمين فلا تجب به كفارة، لكن قائله آثم. قال أصحابنا: إن قصد العزم على الكفر فهو كافر في الحال، وإن قصد الامتناع من ذلك المحلوف عليه أبدا ولم يقصد شيئا فلا كفر، لكنه لفظ شنيع قبيح يستغفر الله تعالى من إثمه ويأتي بالشهادتين ندبا. رواه أبو داود. قال في الجامع الكبير، رواه أحمد وأبو يعلى الموصلي والحاكم في المستدرك والدارقطني وسعيد بن منصور من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو شك من الراوي أو أشرك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال في الجامع الكبير: بعد إيراده بلفظ فقد أشرك من غير شك. رواه أبو داود الطيالسي وأحمد والشاشي وأبو يعلى والطبراني والحاكم في المستدرك والدارقطني وابن منصور عن ابن عمر قال أي الترمذي. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو كفر أو أشرك، أي ليس المراد منه في الحديث ظاهره، وأنه ليس على حقيقته، لأن المعصية ولو كبيرة غير الكفر لا تخرج صاحبها عن الإيمان، بل هو محمول على التغليظ من ترك ذلك والتنفير عنه، كما روي أن يعني عندي التنفير منه لكن تمشي يعني عنه منه ماشي كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرياء بالتحتية شرك، فإنه معصية لا تخرج عن الإيمان. بل هو محمول على التنفير عنه، وتقدم أول الباب حمل آخر لهذا الحديث، أي من اعتقد في المحلوف به من العظمة مثل العظمة التي لله عز وجل ذكره الحافظ في فتح الباري. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وإمداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.